تحت هو ما بينام مرتاح ومبسوط ولا عامل الدنيا هم. السعادة والله إن أنا براضي عن اللي بيحصل وعن اللي هيحصل، دي بالنسبة لي معنى السعادة. السعادة دي كتير كبيرة قوي، الواحد طالما سعيد بالدنيا وما فيها. إن أكون رايق، بالي رايق يعني، مكفي نفسي وبيتي. الدنيا يكون بخير وأنت مرتاح في معيشتك بالدنيا كلها. سعادة طول ما أنت بالك رايق ومحدش بيسألك اللي ليك واللي عليك وده وده، دي في حد ذاتها دي السعادة. دي من عندي ربنا هو اللي بيديها لنا بقى، بيد الله مش بيد حد.